مركز الدكتور أسعد أحمد لجراحة المفاصل والطب الرياضي، متخصصون في زراعة المفاصل الصناعية وجراحة المنظار والإصابات الرياضية. يعد مركزنا كواحد من أهم المراكز الطبية المتخصصة في الأردن ومنطقة الشرق الأوسط بما يقدمه من خدمات طبية متميزة وبأعلى المعايير العلمية الحديثة، ومن ذلك إجراء العلاج الجراحي بما يسمى بجراحة التداخل المحدود أو البسيط، والذي يتيح للمريض مغادرة المستشفى خلال 24 ساعة. فعلى هذا الأساس نال مركزنا ثقة الكثير من المرضى والمصابين من داخل الأردن وخارجها. فما يميز مركزنا ويكسبه شهرته المحلية والإقليمية هي الأسس الطبية الواعية المواكبة للتطور باستمرار، واستناده على قيم الأمانة والإيمان بتقديمه الخدمة الأفضل للمريض. فمركزنا بإشراف الدكتور أسعد أحمد الشيخ، وهو من استشاريي جراحة العظام والمفاصل والطب الرياضي في الأردن، وهو من القلائل الحاصلين على شهادة الزمالة الألمانية في جراحة الكتف والركبة والإصابات الرياضية، والذي عرف بتشخيصه الدقيق والشامل وإجرائه العمليات الدقيقة والمعقدة للعديد من الرياضيين اللامعين. وإجرائه الكثير من عمليات جراحة المفاصل الصناعية والأربطة بالتداخل الجراحي المحدود والتداخل الجراحي بالمنظار، وهو من الأطباء الذين ساهموا في تطوير تقنيات جراحة مختلفة في جراحة الركبة، مثل استخدام الكمبيوتر في عمليات تقويم العظام وكذلك عمليات معالجة تقوس الساقين. وكما ألقى الدكتور أسعد محاضرات مكثفة ضمن ندوات طبية للرياضيين والمصابين وحلقات في كثير من القنوات العربية، معمماً بذلك التوعية والنصح والإرشاد لكافة فئات المجتمع. في مركزنا نقدم لك التشخيص الدقيق والاستشارات الطبية المتخصصة، زراعة المفاصل الصناعية للكتف والركبة والورك بأحدث الطرق الجراحية باستخدام التداخل الجراحي البسيط MIS، إجراء عمليات الكتف بالمنظار لعلاج الخلع المتكرر وقطع الأوتار والآلام المزمنة، إجراء عمليات الركبة بالمنظار لعلاج إصابات الغضروف الهلالي وزراعة الأربطة وغيرها من الإصابات الرياضية، علاج تقوس الساقين وإجراء عمليات تقويم العظام حول مفصل الركبة باستخدام أحدث التقنيات الجراحية مستخدماً في ذلك الكمبيوتر لإجراء تشبيه دقيق قبل العملية، علاج احتكاك وخشونة الركبة عند الشباب دون الحاجة إلى المفصل الصناعي. ومن الجدير بالذكر أن مركزنا يسير على نهج ينفرد به، وهو توعية وتثقيف المريض بأدق تفاصيل ما يعانيه من مرض وسبل العلاج الآمنة المتبعة عالميا. فمن هنا جاءت فكرة إنشاء مرجع إلكتروني عربي متخصص، وهو الأول من نوعه في الوطن العربي، يكون زاخرا بالمعلومات الطبية المتعلقة في مجال جراحة المفاصل والعظام والإصابات الرياضية، وشروح مستفيضة يناقشها الدكتور أسعد عن حالات مرضية مختلفة وطرق علاجها، وذلك من خلال مقالات طبية ولقاءات تلفزيونية مع عرضها لحالات مرضية تم علاجها وشفاؤها بفضل الله وكرمه. فكل هذا سيساعد المريض على فهم حالته وسبل العلاج قبل زيارة مركزنا. وكما يقدم موقعنا الإلكتروني أيضا تحديد موعد أونلاين وطلب استشارة طبية www.orthosportjordan.com. مركز الدكتور أسعد أحمد لجراحة المفاصل والطب الرياضي، الأردن، عمان، شارع المدينة المنورة، مجمع عيادات النور التخصصية بجانب طوارئ مستشفى ابن الهيثم.